تكاد تكون الصورة الأبرز اللي بيلتقطها تلسكوب جيمس ويب السنة دي 2023 هي صورة سديم الجبار أورايون، الصورة اللي امتلكت تفاصيل كبيرة أدهشت كتير من العلماء. وبعد رصد وتصوير للسديم استمر أكتر من 9 أيام متواصلة، التقط فيه تلسكوب جيمس ويب 700 صورة للسديم علشان تظهر لنا الصورة الجميلة ديت اللي حضرتك شايفها قدامك دلوقتي من ضمن تركيب 700 صورة التقطها جيمس ويب. ايه اللي بيميز الصورة دي عن غيرها من الصور؟ وايه اللي اكتشفوا العلماء في الأصابع الكونية العملاقة في سديم أورايون؟ وازاي نشأت الأصابع الكونية دي؟ وليه بتتسم باللون الأحمر؟ بل والأغرب من ده كله، ايه هي الأجرام الغريبة والأجرام العجيبة اللي رصدها جيمس ويب في مثلث شبه المنحرف الموجود في منتصف السديم؟ جت منين الأجسام دي؟ وهل هي نتاج وجود ثقب أسود متوسط الكتلة في قلب السديم؟ كل ده إن شاء الله هنناقشه مع بعض النهاردة، وهنناقش كمان في نهاية الفيديو في رسالة هامة، قضية بتشغل جميع العالم اليومين دول، ورسالتي للشباب في العالم العربي والإسلامي. لكن قبل كده لازم ندعي ربنا في البداية إنه يحمي أهلنا في فلسطين الحبيبة، وأن يرحم الله الشهداء ويداوي الجرحى والمرضى، وأن يعم الأمن والأمان والسلم والسلام هذه البلاد التي افتقرت لحريتها من عشرات السنين. كل الدعم لهم في محنتهم الكبيرة. اهلا بكم في حلقه جديده من انفوسفير والاف معلوماتي. والحقيقه ان الاكتشافات والرصد الجديد لسديم أورايون من قبل تلسكوب جيمس ويب بيمثل تحديات فلكيه كبيره جدا، وبينذر بحدوث مفاجات كبيره الفتره اللي جايه. الصور اللي التقطها جيمس ويب لسديم أورايون البالغ عرضه 4 سنين ضوئية، يعني ممكن نقول نفس المسافة اللي بيننا هنا على الأرض لأقرب نجم لينا ألفا سنتوري. الصور اللي استغرق رصدها 9 أيام متتالية وساعات كبيرة من الرصد علشان يلتقط جيمس ويب 700 صورة للسديم، واللي كشفت عن مفاجآت مذهلة فعلا وعمل جبار من فريق العمل اللي أظهر لنا في النهاية هذه الصورة البديعة المأخوذة من مئات الصور. وقبل ما نبدأ في سرد الصور والاكتشافات الكبيرة والعجيبة واللي مش هتتخيلها أبدا عزيزي المتابع، بذكرك بدعمنا بالضغط على زر الإعجاب اللي بيحفزنا. ولو أول مرة تتابعنا فقناتكم انفوسفير هي القناة الأولى عربيا في أخبار اكتشافات جيمس ويب، قناة مهتمة بعلم الفلك والفيزياء والفلسفات اللي بتدور حواليهم. اشترك في قناتنا وتابع معنا الجديد أول بأول، ويلا بينا نبدأ. صور مذهلة لسديم الجبار أورايون نيبولا بواسطة جيمس ويب. في الأيام دي وبالأخص في ليالي الشتاء الباردة، ولو كنت في الصحراء بعيدا عن التشويش الضوئي، هتقدر ترصد سديم أورايون بالعين المجردة أو بالموبايل الخاص بحضرتك، وكأن السديم ده جسم غامض أسفل النجوم الثلاثة الكبيرة المشكلة لحزام كوكبة أورايون. خلينا كده نروح نستكشف مع بعض السديم ده واللي بيقع على بعد 1300 سنة ضوئية من الأرض، والواقع في سيف كوكبة أورايون المعروفة باسم الصياد، واللي هتلاقي اسمه في الكتالوج الدولي الفلكي باسم M42 أو ميسيه 42، واللي بتلعب مجموعة عنقودية صغيرة جواه بيسميها العلماء ترابيزيوم أو مجموعة شبه المنحرف، ولأنها تشبه كده الشكل الهندسي شبه المنحرف بتلعب دور جميل جدا في إضاءة السديم وظهوره بالمظهر اللامع ذي الألوان المتعددة المروعة دي. لو بصينا للنجوم الأربعة في السديم هنلاقي إن النجوم دي ضخمة جدا، منارات كونية عملاقة بتتراوح كتلتها ما بين 15 إلى 30 كتلة شمسية، ومن المتوقع أن تنتهي حياة النجوم العملاقة دي في وقت قصير نظرا لضخامتهم وانفجارهم في المستقبل وتحولهم لسوبر نوفا. بنلاقي كمان في السديم دوت عبارة عن 1000 نجم خافت في العنقود الصغير ده شبه المنحرف، وبعض النجوم الخافتة دي عرفناها انها خافتة بسبب وجود اقراص من الغاز والغبار اللي بتحيط بيها، واللي بتكون بنفس الوقت حاضنة جديدة لتشكيل الكواكب حوالين النجوم دي. لو دخلت على موقع إيسا سكاي بشكله الجديد هتعرف من خلاله انك تشوف الصور الجديدة الخاصة بجيمس ويب لسديم الجبار وبأطياف مختلفة، وكمان هتعرف تقارنها بصور هابل مثلا لنفس السديم. هسيبلكم رابط الموقع في الوصف، تقدر من خلاله تستكشف وتتعلم كتير حوالين علم الفلك بشتى فروعه. طبعا انصحك لو مش متخصص تدخل على الاكسبلورر مود علشان تتابع الصور وشرح ميسر ليها. لو انت بقى متخصص او شغوف جدا بعلم الفلك وعندك معلومات اساسيه تقدر تدخل على ايقونه الجانب العلمي، وهتلاقي فيها كمان كنوز وحاجات عظيمه يعني هتعجبك.
كمان هنستكشف الأطوال الموجية المختلفة بين قناة الطول الموجي لكاميرا ويب المسمى نيركام، واللي بتغطي نطاق الأشعة تحت الحمراء ما بين 6.1 إلى 2.3 مايكرون، واللي هي أقرب للون الأحمر في الصور، واللي هدفها إنها تظهر لنا كل التفاصيل الدقيقة الخاصة بنشاط تكوين النجوم في السديم. لكن لو بصينا للصورة التانية بعد ما نبدل الطول الموجي إلى الطول الموجي اللي هو ما بين 2.4 إلى 5 مايكرون، بتظهر لنا شبكة من الغاز والغبار وخيوط المركبات العضوية المعروفة باسم الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات BAHs، واللي هي عبارة عن جزيئات ذات أساس كربوني بنلاقيها منتشرة كده في الكون، في الغبار الكوني كله في الكون، وأساس من أساسيات الحياة الفضائية. والرصد ده لجيمس ويب للهيدروكربونات العطرية ديت بيساعد في معرفة كيفية تشكل العناصر دي في الكون، وإزاي بتتم عملية تدوير الغبار بين النجوم علشان صناعة نجوم جديدة وأجيال جديدة من المجموعات النجمية والكواكب حديثة التشكل. لما تدقق في الصورة كده شوية هتلاقي حاجة عجيبة وغريبة، سحب من الغاز والغبار باللون الأحمر الداكن بتشكل أصابع من السحب الكونية الهائلة اللي بتمتد ملايين الكيلومترات. يا ترى جت منين السحب الكثيفة دي؟ أكيد في حاجة متطرفة حصلت في المنطقة دي، أصابع كونية هائلة سببها انفجار سوبر نوفا ضخم. الأصابع دي مش مجرد أوهام، لا دي بتمثل هياكل حقيقية رصدها جيمس ويب بتفاصيل دقيقة وغير متوقعة. المنطقة دي بيسميها العلماء سحابة أورايون الجزيئية. بيعتقد العلماء أن من حوالي 500 سنة إلى 1000 سنة عدت حصل انفجار كارثي كبير من خلال تصادم نجمين كبار مع بعضهم. الانفجار اللي صنع الأصابع الكونية الكبيرة من السحب والغاز والغبار اللي بنلاقيه في الصورة ديت باللون الأحمر، واللون الأحمر هنا بيمثل انبعاث كثيف من غاز الهيدروجين الجزيئي الناتج من التصادم. قوة الانفجار عملت موجات صدمة كده شكلت الأصابع دي، لكن اكتشف العلماء حاجة غريبة جدا في الأصابع الكونية الحمراء دي، لقيوا فيها مناطق بتشير للون الأخضر. طبعا هي في الصور الحقيقية قبل التعديل مش هتظهر باللون الأخضر، ولأنها مأخوذة بانبعاث الأشعة تحت الحمراء. ومع تحويل الصور ديت للضوء المرئي تبين وجود السحب الصغيرة الخضراء اللي بتمثل غاز وعنصر الحديد المتشكل في انفجار السوبر نوفا ده، وده بيدل على ظروف قاسية وصعبة جدا في المنطقة أدت لتشكل الحديد اللي بنلاقيه باللون الأخضر الداكن في السحابة ديت. بيوصل غاز الحديد لأعلى درجات الحرارة الممكنة، وده بنلاقيه بيشير ليه اللون الأبيض اللي بنلاحظه في الصورة دي، وبسرعات عالية جدا بتتخطى 100 كيلومتر في الثانية. بنلاقي كمان في الصور دي انتشار كثيف لكتير من النجوم واللي ليها كده أشواك بتميز عمليات رصد جيمس ويب دايما في كل رؤية للأماكن البعيدة في الكون. وكمان هتلاقي لو بعدنا شوية عن الأصابع الكونية هتلاقي سحب ضبابية ضعيفة كده بتمثل اللون الأزرق الباهت، وهي بالمناسبة جزء من سديم الجبار اللي كنا بنتكلم عليه، وموجودة في منطقة قدام الأصابع الكونية الحمراء اللي اتكلمنا عليها من شوية. وبقدرات جيمس ويب الكبيرة قدرنا نرصد الظواهر الغريبة دي. لكن الحاجة الغريبة فعلا وغير المتوقعة هي الأجرام اللي لو كبرنا الصور شوية هلاقيها واضحة وظهر لينا بأقوى مما كانت ظهرة في الرصد السابق. يا ترى ايه هي الأجرام الغريبة ديت؟ وايه هو السواد اللي بيحيط بيها؟ هل هي نجوم ولا كواكب جديدة بتتشكل؟ الكواكب المارقة. بحسب كتالوجاتنا الفلكية بتدور الكواكب حوالين نجم أو حتى نظام نجمي ثنائي، وهو الأكثر شيوعا في الكون، وتستفيد الكواكب دي من ضوء النجم وحرارته، واللي بعضها بيكون عنده قدرة انه يحوي شكل من أشكال الحياة عليه. لكن بعض الكواكب دي بتعيش في إطار غير طبيعي على الأقل لمفهومنا عن الكواكب في الكون. العلماء أطلقوا عليها لقب الكواكب المارقة روج بلانتس، يعني الكواكب اللي مش بتدور حوالي النجم سابحة كده وسرحة كده في الفضاء. ممكن نسميها الكواكب السابحة العائمة أو الكواكب المطرودة أو حتى الكواكب الضالة، أيا ما كانت التسمية. المهم أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي اكتشف عشرات من الأجرام الضالة ديت في سديم الجبار أورايون، في عملية بتخالف كتير من نظرتنا الفيزيائية للكون. بل والأغرب من كده ان لقيوهم كده في نظام ثنائي، يعني الكواكب دي وان كانت مش بتدور حوالين نجم معين الا انها بتدور حوالين بعضها في نظام كوكبي ثنائي من الكواكب المارقة. العلماء اطلقوا على مجموعة الكواكب المارقة ديت اسم جوبيتر ماس باينري اوبجكتس، يعني الاجسام الثنائية ذات كتلة كوكب المشتري، واختصارا جامبوس. سامويل جي بيرسون زميل ابحاث في وكالة الفضاء الاوروبية
في المركز الأوروبي لأبحاث وتكنولوجيا الفضاء في هولندا، وبمشاركة ماكو جرين كبير مستشاري العلوم والاستكشاف في وكالة الفضاء الأوروبية. درسوا هما الاثنين الصورة ذات الطول الموجي القصير لسديم أورايون من جيمس ويب، وقدروا من خلال تكبير الصورة على العنقود النجمي ده شبه المنحرف اللي اتكلمنا عليه من شوية، قدروا يرصدوا أجسام تشبه الأقزام البنية، النجوم الفاشلة اللي ما قدرتش تكون نجوم بالمعنى الحقيقي لأنها ما بتقدرش تعمل تفاعلات الاندماج النووي زي بقية النجوم، واللي بتبلغ كتلتها أقل من 15% من كتلة الشمس. استطاع بيرسون وماكو جرين من أنهم يكتشفوا أزواج الكواكب المريقة دي، واللي بتتراوح كتلتها ما بين 6 إلى 13 مرة قد كتلة كوكب المشتري. بتنجرف الأجسام أو الكواكب المريقة الثنائية دي عبر سديم أورايون في 42 زوج، كل كوكب بيدور حوالين كوكب تاني مارق زيه على مسافات تصل ل 400 وحدة فلكية. انت متخيل معايا الرقم؟ كوكبين بيدوروا حوالين بعض وكل واحد فيهم بيبعد عن التاني تقريبا 390 مرة قد بعد الارض عن الشمس. وعلشان تتخيل اكتر الحاجة الغريبة اللي بتحصل دلوقتي، بلوتو بيدور حوالين الشمس على مسافة 30 الى 50 وحدة فلكية، ده بلوتو. إنما الكواكب المارقة في سديم الجبار بيدوروا على مسافات قد دوران بلوتو حوالين الشمس 10 مرات، يعني الكواكب دي بتدور حوالين بعضها، وعلشان تكمل دورة كاملة هتحتاج ما بين 20,000 إلى 80,000 سنة علشان تكمل الدورة الواحدة. أمر فعلا غريب ومحير. المشكلة إن إزاي الأزواج دي بعدت عن نجومها وتم قصفها بعيدا، والسؤال الأغرب إزاي ارتبطت الكواكب دي ببعض كل اتنين كده مع بعض ومش بيدوروا حوالين نجم، لا إنما كواكب مارقة بتدور حوالين بعضها في مدارات واسعة جدا. الباحثين كشفوا إن الأجرام الغريبة ديت أو العمالقة الغازية جامبوس عمرها حوالي 1,000,000 سنة مع درجات حرارة عالية تقترب من 1,000 درجة مئوية. كيف تشكلت الكواكب المارقة؟ النجوم الوليدة الشابة بتستغرق عشرات الملايين من السنين علشان تتحول من كونها سحابة من الغاز والغبار متكربسة كده فوق بعضيها إلى نجم أولي متوهج قبل ما يتحد مع بقية اليرقات النجمية الصغيرة مشكلا هالة ضخمة من البلازما اللي بتشتغل بعملية الاندماج النووي زي نجمنا الشمس. لما بيتشكل نجم زي شمسنا في بداية حياته بيطرد النجم دوت بعض من سحابة الغاز اللي تكون منها، بيطردها حواليه علشان يشكل حواليه قرص جديد غباري وكثيف، هيكون بعد كده حاضنة جديدة بقى للكواكب الوليدة لو استمر فترة طويلة. اما لو انهار القرص دوت بعد فترة قريبة فهيشكل نجم تاني بيدور حوالين النجم الاصلي، فيما يعرف بالنجوم الثنائية الاكثر شيوعا في الكون. في كتالوجاتنا الفلكية وبخصوص الكواكب المارقة دي، لابد علشان الكوكب يبقى كوكب مارق ومش مرتبط بالدوران حوالين نجم معين وسارح كده مع نفسه في الفضاء، لابد يكون اكبر من كتلة كوكب المشتري 3 مرات، واي شيء اصغر من كده لازم يكون مرتبط بنجم. المشكلة ان كواكب حلقتنا النهاردة كتير منها اقل من كتلة كوكب المشتري، ازاي هم اصغر وازاي قدروا يخرجوا من جاذبية مجموعاتهم النجمية؟ ولا هم اصلا حاجة تانية وكتالوج مختلف من الكواكب، وانهم كانوا اجنة نجوم فاشلة وما قدرتش تبقى نجوم بعد ما جمعت حواليها الغاز والغبار وفشلت تولع الفرن في قلبها وتعمل اندماج نووي، علشان كده بقية الأجسام دي اللي شفناها دي في سديم الجبار. سيناريوهات كتيرة بيقترحها العلماء بشأن الأجرام الثنائية الغريبة اللي اكتشفت في سديم أورايون، وإن النجوم الضخمة اللي بنشوفها في منطقة شبه المنحرف في السديم ممكن تكون بفضل الإشعاع الفوق بنفسجي والرياح النجمية القوية ممكن تكون ساعدت في تشكل الكواكب المريقة دي وتجميع المادة حواليها. لكن يظل العدد الأكبر من الباحثين بيرجحوا إن الكواكب الثنائية المريقة دي جت عن طريق سيناريو القصف بعيدا عن النجوم، واللي بيؤيد الاقتراح والسيناريو دوت هو سلسلة أبحاث عن الموضوع ده، وإن كانت يعني أبحاث افتراضية ومحاكاة إلا إنها مهمة جدا المرحلة اللي جاية. ومن ضمن الاقتراحات دي هي فرضية وجود ثقوب سوداء متوسطة تقريبا بكتلة مئات من الكتل الشمسية، واللي ممكن تكون مسؤولة عن طرد الكواكب المريقة دي من أنظمتها النجمية، وبل ممكن تكون مسؤولة عن دورانها حوالين بعضها في أزواج وعلى المسافات الكبيرة دي. بيرسون بيقول إن خلال بدايات العام القادم 2024 وبالتحديد خلال كام شهر بس هيتم رصد سديم الجبار مرة تانية، وبالأخص المنطقة اللي موجود فيها الكواكب المريقة الثنائية ديت، علشان نبحث أكتر عن طريق تشكل هذه الكواكب وإجراء قياسات أكثر دقة وتفصيلية، بل وممكن تدل على وجود ثقب أسود موجود في المنطقة
ولا لا. الاكتشافات الجديدة لجيمس ويب عمل نقلة نوعية لعلم الفلك، نقلة جبارة جدا ما كناش متخيلينها. والصورة الجديدة لسديم أورايون صورة مذهلة، بداية من الأصابع الكونية الحمراء المروعة للمنظر العام للسديم، وحتى رصد الكواكب المارقة الموجودة في قلب السديم. الأصابع الكونية للغاز والغبار دي بترسم لنا صورة كونية لعمليات معقدة بتحصل في الكون، مش بتأكد بس انبهارنا بالكون والجواه من أحداث، بل بتنبهنا كمان لقوة العقل البشري الإنساني اللي قدر يرصد هذه الأشياء البعيدة، وقدرته كمان في كشف أسرار الكون بمرور الزمن. رسالة هامة. لا شك إن انبهارنا بالعلم الغربي وبهذه المنتجات الغربية لا يعني إننا دايما على طول الخط تبعا للخط الغربي، وزي ما انتوا شايفين الأحداث الأخيرة تثبت ازدواجية معايير الغرب اتجاه القضايا المختلفة. اندهش العالم كله خلال الأيام الماضية بازدواجية المعايير الغربية اتجاه الأوضاع الإنسانية في المنطقة، لكن أنا ما كنتش متفاجئ بده بصراحة. التاريخ الاستعماري بدأ بعد موجة التنظير الحضاري الغربي في القرنين السابقين، حروب عالمية مات فيها ملايين البشر. اتفاجئ الناس خلال الأيام الماضية بالمعايير الغربية المزدوجة الفجة والمتناقضة. وبالرغم من كده فأنا بنبه وأشدد عليكم يا جماعة الخير أن العلم لابد أن يكون خارج دائرة الطرح ده، وأن قوتهم وهيمنتهم اكتسبوها من خلال العلم، وعلينا أننا نعيد النظر في نظرتنا لمصادر القوة والنفوذ، العلم. وهذا العلم لن يكون خيرا ما لم يكن داعما لتعمير الأرض ورخاء ورفاهية كل البشر دون استثناء. الحروب قاسية ولكنها تعلمنا، بل ممكن تفوقنا من السلبيات اللي احنا عايشينها في عالمنا العربي والإسلامي. أهمية العلم والتعلم والإعداد لنهضة أمتنا ومجتمعاتنا تستلزم منا ضرورة انتهاج العلم مسلكا مهما لهذه النهضة المنشودة. كل الدعم لإخواتنا، ونسأل الله عز وجل أن يثبتهم وينصرهم وأن يعين قادتنا وحكامنا وأصحاب الرأي الرشيد فينا على انتهاج الأسلوب الأمثل في وقف هذا العدوان وتحقيق حرية وسلام دائم في منطقتنا. لن يتحقق سوى بجهود وصمود واتحاد بيننا جميعا وترك الخلافات جانبا. في الأخير محتاجين كمان دعمكم علشان نواصل استكمال رسالتنا في قناتنا إنفوسفير، وعلى وعد باللقاء إن شاء الله في حلقة يوم الاثنين القادم اللي غبنا عنها بسبب الأحداث اللي فاتت. وابقوا انشروا الفيديو دوت علشان يوصل لناس كتير وتعم الفائدة إن شاء الله. تحياتي لكم، محمد تاني سليم، السلام عليكم.